كل حاجة يعني نجرب مثلا البوينت اللي هي العلامة العشرية. خلصت البوينت أبدأ أجرب، طبعا هتجربي الجمع والطرح والقسمة وكل ده لازم تجربيه قدام الإدارة. هنجرب كمان اوكي إن إحنا نعمل بي سي اللي هي باك سبيس، ونجرب إن إحنا نعمل، كان فاضل لنا إيه تاني؟ عملنا إيه تاني؟ الإي سي اللي هي إن أنت تمسحي خالص وتكتبي من الأول. دي كده إيه كل الحاجات اللي في الكالكوليتر اللي أكيد لازم نجربها قدامها. طيب إيه تاني محتاجين إن إحنا يعني انت اللي تسبوت او انت اللي تلفتي انتباههم لشويه حاجات، زي ايه مثلا؟ زي موضوع الهوفر او ان الالوان بتتغير لما نيجي نقف عندها، لان دي طبعا مش حاجه تلقائيه في البايثون، دي حاجه احنا كاتبينها كاكواد. تمام، انت معايا؟ تمام. انت اللي هتشرحي وانت اللي هتعرضي مشروعك، عشان كده انا ايه بتكلم معاكي. واحنا ما تخافيش يعني، انا مش هدخلك كده مره اقول لك يلا هوبا ابدأي. احنا هنعمل في النص الثاني النهارده من ال يعني في النص الثاني من السيشن، يعني بعد ما النص ساعه تفوت هنبدأ زي نعمل كده بروفا بيني وبينك، بس طبعا على المشروع بتاعي، بما انك مش هتفتحي المشروع بتاعك النهارده، كأنك اوكي. انت اللي عامله المشروع اللي عندي، وهفضل بقى ان انا اسألك فيه واقول لك تعرضيه وهكذا، عشان لو في اي تعديل اعدله لك بإذن الله قبل السيشن الجاي، عشان السيشن الجايه تبقى اوكي انا كده اوكي عندي فتح. بس ممكن ثانية واحدة بس نمت. اوكي، تفضل. انا هاي مس رحت سألت خالتي على الكمبيوتر بتاعها، بس ايش مش بتقولي شغليه كده وان شاء الله هيشتغل ان شاء الله هعرف شغله. على السيشن دي ولا على السيشن الجاية؟ ما انا هو هحاول اشغله مع حضرتك، بس حضرتك عادي تكملي شرح وانا بس لحضرتك. تمام ماشي. الشير واضح عندك؟ واضح. حلو. بصي اللي هيحصل، باعتبار ان انا طالبة معاكي هنا، انا هقوم عاملة ران من فوق عادي، يا رب الجهاز بتاعك يبقى اسرع من بتاعي طبعا عشان ما نقعدهمش منتظرين الرن. لا انا بهزر، يعني انت لو الجهاز بتاعك اخد وقت يرن ما تتوتريش، عادي ده طبيعي. اوكي شايفه هو الجهاز بتاعي نفسه قاعد بيلود، يعني طبيعي انه يقعد يحمل كده تحت، ما فيهاش اي حاجه، ما تتوتريش. طبعا لو حد من الاداره سالك اي سؤال انت بتجاوبي بصراحه، يا عارفه يا مش عارفه، يا اما اوكي مثلا انا فاكره ان هي معناها كذا 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 لو انت ايه مش متاكده. بس باذن الله احنا اصلا هنراجع على كل حاجه النهارده، فلو في حاجه انت مش متاكده منها اساليني فيها النهارده. اوكي انا مش عارفه انت اخدتي كورس قبل كده في الاكاديمي ولا لا، بس يعني ما تلاقيش من موضوع المناقشه، هما مش بي يعني مش بيغلسوا على الطلبه، هما بس بيبقوا حابين يشوفوا المجهود بتاعهم، بس مش بيسألوا أسئلة. لا انا لسه بقول أول مرة تدخلي معاهم مشروعي. بص أنا في الأول طبعا هقوم قايلة إن أنا الطالبة فلانية الفلانية، بتقولي اسمك ثنائي عشان لو في حد من اللي موجودين ما يعرفش اسمك ثنائي، محتاجينه مثلا عشان يسجلوا بيانات أو محتاجينه عشان الشهادات، لازم تقولي في المناقشة اسمك ثنائي. تقولي مثلا انا اوكي ليلاس كذا، اوكي وعملنا مشروع كذا، طبعا المشروع بتاعنا مشروع الآلة الحاسبة بلغة البايثون تحت إشراف باشمهندسة بسمة. خلاص عرفتي نفسك اوكي وعرفتي المشروع وكل حاجة، فبتقولي لهم إن إحنا دلوقتي هنجرب الآلة، وإن إحنا لما بنضغط على زرار معين بيظهر فوق، وده طبعا إحنا كاتبينه بكود،
ممكن نجرب دلوقتي مثلا 4.9 minus 1 بعدين equal كذا، وبعدين ممكن مثلا ان احنا نعمل سي عشان نمسح كله، ممكن نعمل عملية تانية كده. احنا جربنا البلس، ممكن ان احنا نجرب الماينس، احنا جربنا ماينس كمان، وممكن نجرب دلوقتي مالتيبلاي بالشكل ده، وممكن ان احنا نجرب كمان القسمة عشان بس نبقى جربنا كل حاجة. كمان احنا عندنا عاملين فانكشن علشان تمسح رقم واحد بالشكل ده من اللي مكتوب كده. احنا جربنا كل الفانكشنز الموجودة وجربنا كل الزراير عشان نتأكد ان هي شغالة. نعم هي مس. تمام بالشكل ده. دي بس حاجة نقوى. وعاملين برضو فانكشن ان احنا لما بنعدي على زرار معين بيغير لون الرقم. طبعا انا عندك هنا مش عاملاها على كل الزراير، انت بتقولي لازم عاملاها على كل الزراير. بعد كده بتقومي قافله، عشان انا بطلب منك ان انت تقومي عارضه الكود نفسه عشان اسالك فيه. بتكون اسئله من نوعيه مثلا قولي لي يا ليلاس انهي جزء في الكود اللي كان بينفذ لك العملية الحسابية نفسها. اللي هو انا لما عاوزة ادوس على زرار اللي هو بدوس لازم اكون حاطة كلمة باك على بوتون باك لا أنا قصدي عشان يعمل العملية لي الحسابية، العملية بقول لك العملية الحسابية مش نفسها. عارفة. يعني أنا دلوقتي بصي لحد آخر خطوة بيبقى موجود عندي الكلام في صورة أرقام، يعني مكتوب عندي مثلا 9 زائد، قصدي 9 في 7. ايه الجزء من الكود اللي بيحول لك ال9 في 7 دي للرقم؟ لما بضغط على ايكوال، ايه اللي بيخليني بقى لما اضغط على ايكوال يظهر لي الناتج؟ اكيد في كود بيعمل كده. انهي كود اللي بيعمل كده؟ الكود اللي بيخلينا نعمل كده اللي هو الكود بتاع الايكوال الفانكشن ايوه، ايه الكود بالظبط اللي انت كاتباه بيجيب لك الناتج؟ ركزي في السؤال. الايكوال ان الكود بتاع الايكوال اللي احنا كاتبينه اللي هو بتاع بوتون ايكوال ايوه ماشي. هو ايه بالظبط في كود؟ يعني انا مثلا هنا كود بتاع علامة الماينس مثلا كاتبه جوه انه يعرض لي بس ماينس، ايوه ما بيعملش حاجه غير انه بيعرض كلمة ماينس. طب ايه اللي خلاه يعرض ماينس؟ انا اللي كاتبه الكود ده، صح؟ احنا بقى كاتبين ايه في الكود بتاع الايكوال بنخليه يطلع الناتج؟ بص، الحاجة اللي بتخليه يطلع الناتج هي ايفال، كنا قايلينها ساعة ما كنا بنشرح الايفال، قلنا ان الايفال هي اللي بتحسب الناتج. تمام؟ السؤال ده عشان لو جالك المرة الجاية، ان الايفال هي اللي بتخليه يعرض لي الناتج. طيب اسألك سؤال كمان، أسألك طبعا أسئلة كتير كمان مش سؤال واحد. طيب ليه هنا عاملين plus equal وهنا عاملين equal فقط؟ عشان لو بقى هنا احنا بنقوله يلغي مش يزود مسافة روحي تاني كده. انه يلغي الحر يلغيها يلغي الكلام خالص مش انه يزود المسافة تمام حلو، عشان انا عايزاه يلغي الكلام ده مش يزود مسافة. برافو عليك. طيب قوليلي الكود بتاع تاتش ده والكود بتاع ليف وويدجت دول بيعملوا ايه؟ الجزء ده كده بيعمل ايه؟ الجزء اللي بينهم لازم ده اللي هو بيساعد ان احنا لما ندوس مع لما مثلا نيجي نقرب من نلمس نقرب من على الزرار يغير اللون بتاعه طب ده انهي الجزء اللي انتي شرحتيه؟ تاتش ولا ليف؟ ده التاتش طب والليف بيعمل ايه؟ الليف اول لما نمشي مثلا من عليه يدينا اللون الطبيعي بتاع الكالكوليتر برافو عليك يا. طب يعني ايه command lambda equal function 2؟ يعني ايه الجملة دي؟
equal function 2. يعني ايه من اول كوماند كده لحد فانكشن 2، فهميني دي. دي بتساعد ان احنا يبقى ال دي بتاع دي بتساعدنا ان احنا نكون عارفين ان الفانكشن ده اللي هو بتاع نمبر 2. لا ركزي كده، كوماند نفسها بتعمل ايه؟ ان احنا لما ندوس على الزرار يدينا نمبر 2. كوماند معناها ان لما ندوس على الزرار نفذ الفانكشن اللي انا كاتبها بعد، اللي هي فانكشن حتى لو انا كاتبه اسمها مثلا فانكشن اد، فانكشن مش عارف ايه، يعني هي مش بالنمبر، انا بس بقول له لما اضغط على البوتون ده نفذ لي الفانكشن اللي انا كاتبها هنا في اللمبه. تمام. طيب اسالك سؤال تاني، هي تكست ايكوال مش عارف ايه، دي معناها ايه؟ اهي هي قطة. دي علشان لما نيجي نكتب لما ندوس على نمبر 6 يكتب لنا النمبر، صح؟ نمبر 6، ان ده بتاع نمبر 6. ركزي، أنا هنا في الفوتون مش في الليبل. اه، ان الزرار يبقى مكتوب عليه نمبر 6. أيوة كده، برافو عليكي، الزرار نفسه مكتوب عليه كذا. طب إيه بي جي دي؟ بيجي اللي هي الباك جراوند، والإف جي؟ الفور جراوند، فور جراوند. راوند، برافو عليكي. طيب طيب قلتي لي ايه باك؟ باك يعني اللي هي بتخلي الزرار يشتغل. تمام، ان هي بتخلي الزرار يظهر. طب وبليس؟ بليس ده بتحدد مكان الزرار. تمام. طيب ايه اللي هيحصل لو انا شلت كلمة من لوب خالص؟ مفيش حاجة تشتغل. يعني ايه مفيش حاجة تشتغل؟ وليه بالظبط، ايه اللي هيحصل؟ يعني انا دلوقتي هو مسحت، عشان المين لوب دي هي الأساس بتاع الكالكوليتر، دي اللي بتخلي الكالكوليتر يشتغل. يعني بص يعني يشتغل ازاي يعني؟ يعني مثلا انا دلوقتي لو عملت ران هتظهر الآلة بس مش هتديني ناتج، ولا مثلا هيطلع ايرور، ولا هيعمل ايه بالظبط؟ فاهمه؟ فاهميني بالظبط هيحصل ايه؟ هيطلع ايرور والآلة مش هتشتغل لأن ده المين بتاع الآلة. لا طب تعالي كده نعمل ران. بصي، هي مش القلم مش هتشتغل، مش هيكون في آلة اصلا. بصي هو كده ايوه، انا خالص قلت انه هيبقى، هو مش ايوه انا هيدي قلت في ايرور. ايرور ومش هيبقى في لا لا الاله لا مش هتشتغل لا، خالص. مش هيدي ايرور، مش هيدي ايرور، بس الآلة مش هتظهر. اه انت شايفة السكرين بتاعتي ما فيهاش ولا ايرور، فهي كده. تمام. ركزي بس في حتة ان هو مش هيظهر ايرور، يبقى كده بس الفكرة ان مش هيظهر لك ايرور، بس في نفس الوقت الآلة مش هتظهر، مش بس مش هتشتغل، مش هتظهر. تمام. طيب تمام. قولي لي ايه الروت دوت جيومتري دي؟ دي عشان حجم الآلة. حجم الآلة أو حجم الويندو اللي هتطلع لي. طيب إيه؟ أنا ليه هنا حاطة التكست بتاع الليبل إيكوال قوسين فاضيين هنا؟ عشان ما يقعد، لو انا يعني تبقى الليبل فاضي، أيوه أنت بتتكلمي صح، كملي. فاضي، والناس لما تيجي تكتب تبقى تبان الارقام اللي هي عاوزاها مش ممتازة، برافو عليكي، الحاجة. صح ممتازة. هنقفل الميتنج ونفتح تاني نكمل. اوكي.